المحاضرة الثانية من مادة المكائن راح ناخذ هذا المثال وتكملة للمثال السابق. منطينا لونج شانت كومبوننت جنريتر، مولد كهربائي دي سي، يحتوي على لود كارنت 50 امبير اللي هو هذا التيار اللود 50 امبير مع فولتية 500 فولت. فولتية اللود اذا هو تيار اللود 50 ب 500 فولت، ويحتوي على ارميتشر سيريس فيلد اند شانت فيلد ريزيستنت، المقاومات التوالي اللي هي 0.05 للارميتشر اوم، وللسيريس فيلد اللي هي 0.03، وايضا 250 اوم للشانت اللي هي هذا على التوازي 250 اوم. احسب the generator voltage and armature current، احسب فولتية الجنريتر والتيار الارميتشر، ومنطينا للفرش الكربونية 1 فولت يعني خسائر. فاحنا المعادلة العامة حتى نحسب الجنريتر فولتج هي الفولتية زائد التيار الارميتشر في مقاومة الارميتشر زائد السيريس دروب يعني الخسائر اللي تصير بالملفات السيريس زائد البرش دروب اللي مطينا اياها 1. فاول شيء راح نجي نحسب عن طريق قانون كيرشوف اللي هو هاي النقطة تتفرع منها تيار للود وتيار للشانت، وهذا هو تيار الارميتشر. تيار الشانت شنو هو؟ الفولتية اللي هي على التوازي 500 على مقاومة يعني الشانت اللي هي 250 طلعت لنا 2 امبير. فبسهولة راح نحسب قانون او تيار الارميتشر اللي هو منه جاي منا وراح يتفرع هيك وهي اللي هو بقانون كيرشوف 500 زائد اللي طلعناه 2 طلعت لنا 52 وهو هذا تيار الارميتشر. بعدين نحسب الفولتية اللي صايرة على التوالي التوالي ويا الارميتشر اللي هي احنا حسبنا التيار مالت الارميتشر 52 نضربه في المقاومة مالت السيريز اللي هي 0.03 طلعت لنا 1.56 فولت. وايضا فولتية الارميتشر تيار حسبنا التيار 52 وفولتية الارميتشر مطينا المقاومة 0.05 فالفولتية في المقاومة طلعت 2.6 والدروب الصاير بالفرش الكربونية اللي هي على الكوميتيتر مطينا اياها هو 2 في 1 اللي هي 2 مطينا اياها طلعت لنا 2. نعوض بالمعادلة اللي هي هاي اي جنريتر الفولتية المتولدة اللي يريدها هي الفولتية الكلية مالت اللود 500 زائد التيار في مقاومة الارميتشر حسبناه هنا 2.6 زائد السيريس دروب حسبناه هنا اللي هو 1.56 زائد الدروب اللي صاير بالفرش الكربونية فرشتين كربونية هي 2 طلعنا الناتج 506. هاي هو مطينا لكل فرش كربونية 1 وهي فرشتين كربونية اذا 2 طلع هذا الناتج. بالنسبة لحساب الاي ام اف العامة للجنريتر هي الاي ام اف يساوي اي جنريتر ان في فلاكس في زد على 60 في في على اي. الاي جنريتر هي الاي ام اف اندكت ان اني بارالل باث اوف ارميتشر الفولتية المحتفة بالارميتشر. الان هو السرعة سرعة الدوران وتقاس بالريفوليوشن بير مينت، والفلكس الفيض المغناطيسي لكل قطب يقاس بالويبر، والزيت هو توتال نمبر اوف ذا ارميتشر كوندكتر العدد الكلي لملفات الارميتشر، وشلون نستخرجه هو عدد السلوتات في عدد الكونتكتر يعطينا اياها بالسؤال عدد السلوتات في عدد الكونتكتر. البي هو القطب البول اقطاب الجنريتر، والاي هو النمبر اوف بارل باث ان ارميتشر عدد الباثات على التوازي الموجوده بالارميتشر، وهاي الاي بيها تقسيمين اذا كان الرابط ويف فهي 2 واذا كان الرابط لاب فهو نفسها عدد البولات يعني هذا عدد البولات راح يروح باللاب لان الاي يساوي البي راح يبقى لنا بس هذا القانون اللي هو ان فاي زد على 60 فولت، واذا كان يعني الرابط ويف فهي 2 راح تضرب الاثنين في 60 يطلع 120 وهذا القانون يصير على ان فاي زد بي على 120. راح ناخذ الخسائر اللي يصير بالارميتشر وهي ايرون لوز الخسائر الحديديه وتقسم الى قسمين هو الهستريسيس لوز الخسائر الهستره وخسائر الاي دي كارنت.
ايديكال. خسائر الهسترشنية هي الناتجة من انعكاس المغناطيسية بالارميتشر، بينما خسائر الايدي كارنت هي احنا نعرف عندما يدور الارميتشر ويقطع خطوط الفيض المغناطيسي راح تتولد بهذا الارميتشر قوة دافعة كهربائية بتسبب داخل هذا الارميتشر تيارات دوامة يسموها تيارات فوكو، العالم فوكو اكتشفها، او التيارات الدوام، وهاي تسبب حرارة عالية وخسارة. فشن الحل من هاي التيارات؟ يقسم الارميتشر الى اقراص، وبهالحالة اقراص مكبوسة ومعزولة، وبهالحالة راح تقل تيارات الدوام. اذا total lose in DC generator، خسارة الكلية في DC generator هي اولا الخسائر النحاسية، وهاي الخسائر النحاسية يعني طبعا خسائر كهربائية، تعتبر الخسائر النحاسية تقسم الى خسائر الارميتشر، نحاس الارميتشر، ويحسب من تيار تربيع في مقاومة الارميتشر، ويمثل 30 الى 40% من الفول لود. وخسائر الفيلد كبر لوز يعني اللي مربوطة على التوالي والتوازي، اكو ملفات مثل ما شفنا بتقزيم الجنريتر ملفات مربوطة على التوالي والتوازي، وتمثل 20 الى 30% من فول لوزز. وخسائر الفرش الكربونية المربوطة على الكوميتيتر. اثنين، خسائر الماجنتد لوز او الايرون لوز او الكور لوز، ثلاثتها نفس التسمية، وتسمى او تقسم الى قسمين، خسائر الهسترة وخسائر الايدي كارنت اللي شفناها سابقا. وهاي الخسائر الهسترة والايدي كارنت يعني بالشانت والكومبوننت وندنج جنريتر هذه راح تكون مهملة لانها تقريبا ثابتة، وتمثل من 20 ايضا الى 30 من الخسائر الكلية. ثلاثة، الخسائر الميكانيكية، ومنها الفراكشن لوز بين البيرنج والكوميتيتر، وإير فراكشن أور ويندنج لوز بين الـ يعني الـ اللي يصيب الفجوة الهوائية والدوران مالت الأرميتشر، وهذا تمثل من 10 الى 20% من فول لوز. إذن توتال لوزز هي خسائر نحاسية، إيرون لوزز خسائر حديدية، ميكانيكال لوزز. النحاسية تمثل خسائر النحاس مالت الأرميتشر والنحاس اللي على التوالي والتوازي، وخسائر الحديدية الهستر والأيدي كارنت، والخسائر الميكانيكية الفراكشن والوندنج. الباور ستيج وهو آخر يعني موضوع، باور ستيج هذه يمثلنا هنا الطاقة الميكانيكية الداخلة، بعدين راح يصير خسائر حديدية اللي هي فراكشن لوزز، تنطينا خسائر كهربائية الباور الكهربائية اللي هي E الفولتية في المقاومة. هاي الخسائر الكهربائية يصير بها خسائر نحاسية اللي شفناها سابقا، والأوتبوت هو الفولتية الطالعة. فيقول لنا الميكانيكال الكفاءة الميكانيكية اللي هي هاي الأي أول وحدة، هي البي يعني الخسائر الكهربائية على الخسائر الميكانيكية اللي جي إي جي آي إم اللي هي هاي فولتية في التيار على يعني الانبوت مات الاي. زين الخسائر الكهربائية، هاي الخسائر الكهربائية شلون نستخرجها؟ هي الاوتبوت اللي هو السي على البي، السي على بي اللي يمثل السي فولتية في تيار على اي في اي اللي هو هذا، والخسائر الكلية هو الاوتبوت السي على الانبوت الاي. هاي يعني ما احد يقدر يطلع عليها على السريع. وايضا حتى نحسب احنا الخسائر الكلية اذا كان شنت او كومبوننت، لازم ننتبه الى حساب التيار ويا الشنت او السيريز وهكذا. هذا بالنسبة للخسائر ونظرة بسيطة عليها.